لو الحكاية فيها إن فيتو ماشي بيه. ده الدستور اللي احنا استفتنا عليه واللي كلنا قلنا عليه نعم بالإجماع. المادة دي بتديني حق تالت ومتلت، بتقول تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافؤ الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين على النحو لازم ننظمه القانون. انا دلوقتي ما باخدش حقي تبع المادة دي، انا بالعكس انا في ذل ما بعد ذل. انا لما باجي ابني بيتعب انا بضطر ادور على حد يسلفني علشان اعالج ابني، وده مش حل. انا اسمي موظف محترم، المفروض ان انا موظف في الدولة. فيتو